الاستغفار ده فيه معجزات انت ممكن اول مره تسمعها. انا لما كنت بستغفر ربنا سبحانه وتعالى كنت بقول استغفر الله على ذنب معين او على غلطه عملتها في حياتي وبس كده، فاكر ان الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك وبس. لكن قرات ايه اكتشفت ان الاستغفار ده فيه معجزات كبيره جدا وفيه خير كبير جدا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. شوف بقى ايه اللي هيجي بعد الاستغفار ده، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ده كله في كلمه استغفر الله. ده انت كل حاجه عايزها في الدنيا هتجيلك بعد الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، فلوس واولاد، وعايز بص كل اللي انت عايزه، ده مش في الدنيا بس، ويجعل لكم جناتي ويجعل لكم انهار في الاخره كمان. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا بيقولوا كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم كان بيقول استغفر الله في المجلس الواحد اكثر من 100 مره، وفي روايه 70 مره. فانت الاستغفار ده ما تسيبوش في حياتك، ما تستناش ان انت تستغفر في ذنب معين او غلطه معينه، لا، ده انت كل وقت تحافظ على الاستغفار. عايز اي حاجه في حياتك ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بيها، عايز فلوس، عايز شغلانه، عايز زوجه صالحه، عايز اولاد، عايز تدخل الجنه، فدايما في حياتك كده استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الاستغفار ده فيه معجزات انت ممكن اول مره تسمعها. انا لما كنت بستغفر ربنا سبحانه وتعالى كنت بقول استغفر الله على ذنب معين او على غلطه عملتها في حياتي وبس كده، فاكر ان الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك وبس. لكن قرات ايه اكتشفت ان الاستغفار ده فيه معجزات كبيره جدا وفيه خير كبير جدا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. شوف بقى ايه اللي هيجي بعد الاستغفار ده، يرسل السماء